صلاح وانت ما عندكش احفاد تلميذات يا ريس؟ ما عندكش احفاد تلميذات؟ انا مش احفاد تلميذات يا سارك مبروك عليه. ماشي لا في واحد ثاني لو عايز بيبقى سعر قديم يا استاذ صلاح، بيبقى مش سعر قديم شويه بيبقى مكتب كل 6 جنيه ولما يبيعها بيكسب 100%. هو سعر قديم يا استاذ سيد، القماش داخل بسعر قديم يعني بتطلع المؤسسه عسل يا ريس جوه الحاجات هنا حاجه كده ايوه يا ابله هناء اتحيز لنا شويه بعد ما حسيت ان انا هو والله حاجه جميله. لا تعالي لي ورا الله ينور على ابله هناء. شوفي يا ابله هناء احجزي الجبه دي يا ابله هناء. الجبه العسله ده شرايط اللي هي الروت ما عنديش السن ده والله بس جميله يا استاذ صلاح ايه رايك؟ هي دي اللي هي الصفرة دي ايه؟ الصفرة دي طفلة بيكة؟ لا الباب مولود دي بيكة راجل الباب مولود يا انا هاخدها دي هاخدها الباب مولود هاخدها اصل احنا داخلين على حاجات كده صغيرة ماشي مريالة ايه يا ابلة وفاء؟ ابلة وفاء مريالة ماشي هاخدها مريالة نضج فيها بلاستيك؟ ايوه فيها خلاص هاخدها كنت انت بتسأل على مكان بتاع الموضوع.